السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعين السباكة، إن شاء الله معانا في تسريب في الحمام ده هو. بس أنا آسف للفيديو بتاع التكسير أو سبب التسريب، يعني حصل مشكلة فيه ومعرفتش إنني أحفظه كده. يعني كنت نفسي أوريكم بعد ما كسرت المية كانت عاملة إزاي في المنية بتاعة القعدة. ده الجدار ده هون على 22، عرضه حوالي 25 سنتي، والحمام ده هو قديم خالص بقاله أكتر من 30 سنة، وكان في تسريب على الناس تحت لدرجة إن السقف وقع عليهم بالنسبة للبوتن. لما المية بتنزل اتجمعت تحت القاعدة، الحديد تحت نطر الخرسانة من عليه، والتسريب كان شغال دايما على طول. فأول ما كسرت شكيت إن في تسريب في المانيجا بتاع القعدة. طبعا الشغل اللي بره خارج معمول ظهر من زمان يعني، والزور اللي طالع معانا داخل على جوه بتاع المشترك الحرف التي، المستوى بتاعه كان سباك كانوا عاملينه واطي خالص، مش عارف ايه السبب يعني. فهو كان واخد وصلة بلاستيك مانيجا عادية، بس كانت عاملة زي الورق كده، طبعا اتاكلت خالص، وواخد عليها مانيجا تانية، واخد مانيجا كوع عشان كان تحت مدفون. فانا كسرت وشلت كل الكلام ده. اول طبعا ما شلت البلاط من تحت القاعدة لقيت المية نازلة، بجرد ما شديت السيفون لقيت المية كلها نص المية بيرجع تحت البلاط ومسبب المشكلة دي. طبعا جبت لها وصلة بلاستيك هنشغلها على الزهر على طول، لان اللي كانت راكبه كانت ضعيفه خالص. طبعا اقطعها بزاويه عشان خاطر ان هي نازله معايا تحت خالص عن مستوى، يعتبر يعني الزور اوطى من مستوى الخرسانه كمان. المفروض ان انا عند الصرف اللي داخل ده يكون فوق وش البلاط ما يكلش عن 12 سنتي. هو كده هيبقى واطي سن معايا، بس ان شاء الله هيشتغل مفيش مشكله. معانا الزور اللي راكب الظهر ده هو اللي راكب على حرف التي، طبعا بيركب على الحرف التي ده هو بيركب وصلة تانية، والوصلة اللي راكبة دي المفروض ان هي كان يبقى في وصلة راكبة، بس هو ما عملش يعني. والتي اللي راكب ده نظام تي واي، واخد زاوية جامدة، زاوية 45 زي ما احنا شايفين فوق. طبعا الاسمنت اللي انا بقفله ده هو اللي حابب يعمل اي حاجه زي دي يا جماعه، وهيعمل اسمنت ولا حاجه وعايز يلبس جوانت مفيش مشكله. انا متعود على كده بصراحه، انا بتخانق من الجوانت ومتعود ان انا اشتغل بايدي كده. طبعا اهم حاجه ان انا اقفل من الداخل مش من الخارج بس، لا اقفل من الداخل كمان ما بين البلاستيك وما بين الظهر، طبعا كله مش هتنفع فيه. وفي ناس بيقول لك حط سيليكون وحط حاجات تانية، ده اسلم حل يا جماعة. السيليكون والكلام ده كله مش هينفع مع المية. الطريقة الصح ان هو يتعمل باسمنت زي كده. وبعدين انا عند الزور اللي راكب الماسورة داخلة في قلبه الاربعة محكومة، يعني ان شاء الله مش هيبقى فيه تسريب خالص، لان المسافة بتاعته اكتر من 8 سنتي من الزور اللي هو بتاع الظهر. يعني انا عند الماسوره البلاستيك دي داخله جوه الظهر حوالي بتاع 8 سنتي. بعد كده هنقفل الشوال اللي هم حوالين منها دول، نغذيها الاول كويس اسمنت، وبعد كده نحط لها حص عشان خاطر الاسمنت معانا ما يطرشقش او يحصل فيه، لان الاسمنت الابيض احنا عارفين لما بيقعد كميه كبيره من غير حص زي كده هيطرشق معانا. ولو احنا عايزين نعمله باسمنت اسمر، لو العمليه واسعه زي كده اسمنت اسمر وبعد كده نديها اسمنت ابيض من بره، عشان طبعا البلاط احنا شايفين البلاط كله سايب، يعني التسريب ده بيسبب مشاكل جامده والله يا جماعه. حتى البلاط بيقع، يعني انا كنت بكسر فيه كده كان بيقع لوحده. شايفين الاشاني ده هو بتاع زمان خالص ما عادش موجود، وانا كنت بفضل ان انا نفور خالص البلاط ده هو، بس صاحب المنزل الظروف ما امكنتش يعني ان هو يغير البلاط ده كله، لان عشان يغير بلاط هيغير سباكة كمان، لان الشغل الصرف الداخلي كلها ترصاص ومحتاج يتغير برضه.
فان شاء الله كده يعني التسريب هيمنع باذن الله معانا، بس يعني المفروض ان هو يعجل بحكايه البلاط ده، هو عشان خاطر حتى استخدام الميه في الدش وفي الاحواض والحاجات ده، هو البلاط كله سايب والعراميز بتاعته الاسمنت بتاع الزقيه كلها مترشح، فاكيد برضو لازم مع الاستعمال مفيش مع الميه اللي هتنزل اثناء استخدام الدش هتنزل برضو، حتى الحيطان هتشرب كمان من الفواصل دي. اهم حاجه ان احنا نحش كويس بالطوب ده، هو كسر بتاع طوب كده نحطه حوالين الاسمنت، وطبعا مش هينفع ان هما الشوية دول يتعملوا بلاط لانهم الحمام كله زي ما انتم شايفين عايز يتكسر كله، حتى بلاط الارضية، وكانوا حاطين اسمنت ياما تحت القعدة حتى انا كسرته برضه، لان لما بكون في تسريب زي كده والجار اللي تحت بيشتكي، ف يعني ساعات صاحب المنزل بيجيب سباك مثلا ممكن ما يعرفش مكان التسريب فين، فبيجيب اسمنت ويحط حوالين الصفاية البليعة اللي هي البيبة دي وحوالين القاعدة وحوالين الفواصل دي، فبيحط كمية على كمية، فبص تلاقي البلاط بقى عليه كمية اسمنت وبقى شكله مش كويس. دي مانية سوستة معانا، المانية دي في منها طويل وفي منها قصير، انا اتعمدت اجيب الطويلة دي عشان خاطر تركب معايا جوه الوصلة كويس. ومعلش في بعض المتابعين بيقولوا عندنا في تسريب في المانيجا ده، هي المانيجا دي تتغير يا جماعة لو حبينا نغيرها تتشال وتتغير، هي فيها الجوانات بتاعتها الكاوتشات ده هي من الداخل، يعني بتخش محكومة من ناحيتين الاتنين، من ناحية الحيطة وفي الجزء اللي انا بدخله ده هو، ومن ناحية القعدة، يعني الجزء اللي داخل في القعدة ده برضه فيه كاوتشات من جوه بتخش محكومة معايا، ما بتحتاجش ان هي تتعمل باسمنت، بس انا دايما في شغلي بحب ان انا اقفل عليها باسمنت برضه، حاجه بسيطه كده حوالين البوز بتاع المانيجا من ناحيه القاعده كده برضه. وشايفين الصرف طبعا لما ينزل معانا بميل شويه بيكون افضل، لما نيجي نشد السيفون او نصرف المايه بتاعه القاعده بيعمل عمليه شفط بتسحب بسرعه معانا، غير لما يبقى صرف اللي في الحيطه عالي عن القاعده. انا عندي الزور بتاع القاعده ده هو ما بينه وما بين بلاط الارضيه من الاسفل، يعني انا لو قست من الاسفل كده الزور اللي طالع ده من القعده لغايه وش البلاط 14 سنتي، ومعظمه كلاته في جميع العادات معظمه بيبقى مقاس واحد، فاحنا نحاول ان احنا لو حبينا نعمل الصرف ده هو نخليه 12 سنتي، يعني ما يبقى واطي 2 سنتي على القعده يكون افضل، لا يبقى واطي قوي ولا يبقى عالي قوي. وكده انا بعد ما عملت الماسوره دي طبعا هي محكومه معايا مش هقدر اعمل فيها حاجه، عمل 10 سنتي معايا، وبنعلم عادي حوالين طبعا كانت حرف القاعدة مكان الأسمنت والبتاع، فمتحددة معايا لو أنا هعمل شغل جديد أو هشطب شغل إكسسوارات جديدة، يعني في بالنسبة للأعداد ده هي بدي علام على مكان المسمار من الفتحة اللي احنا شايفينها، وبعد كده بعلم حوالين القاعدة من الخارج عشان لما أجي أخش بالقاعدة وأنزل المسمار بتاعي يبقى نازل في مكانه ما تغلبنيش في التركيب، لان المسامير دي بتركب بعد ما بحط القاعدة في مكانها زي ما احنا شايفين كده. دي طبعا لقمة 10، ممكن نربطه مفتاح بلد 10 عادي مفيش مشكلة، بس الدراع بيكون افضل يعني واسهل. طبعا بالنسبة للبلاط ده هو انا المفروض ان احنا كنا قفلنا شوية البلاط الاول، بس انا مش هيمكن ان انا اعمل البلاط ده النهاردة، فهقفل القعدة عشان الناس يستخدموا عادي القعدة مفيش مشكلة، مش هينفع ان هما يستخدموا الحمام من غير قعدة، وبعد كده هنقفل هسوي الشوية دول بالصاروخ ان شاء الله وهنبلطهم بإذن الله، هنجيب لهم بلاطين برضه، طبعا مش هنلاقي نفس البلاط ده موجود،
بس هنوفر ان شاء الله اي بلاط حتى لو مقاسه كبير ويكون ابيض. والله صاحب المنزل بيقول لي انا كان عندي حد قريبه وكان برضه في تسريب عن الناس تحت كده، بيقول لي والله في واحد جه وكسر الحمام كله وغير الصرف، ويعني عمل شغل تكلفة عالية جدا خالص، وبيقول لي التسريب برضه موجود مازال. فيا ريت يا جماعة قبل ما حد يكون في مشكلة زي كده نتأكد الأول إيه السبب، ما نهدش على طول ونكسر الحمام، لأن صاحب المنزل طبعا تكلفة عالية بالنسبة للسباكة. ويا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة، وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.